هاي وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على تشانل سيناري. اليوم حابة نحكي شوي عن surrounding أو محيط يلي بيعيش فيه الكاتب، قدي ممكن يأثر عليه وقدي مهم انه المطرح يلي بيختاره ليكون المكتب تبعه او ليحط فيه الديسك كرمال يكتب عليه كل يوم، قدي مهم هالمطرح يكون مناسب. رح خبركن شوي عن تجربتي الشخصية بالتنقل بين كذا منطقة ومحيط. أول مراحل من بداية الكتابة عندي كانت لما كنت صغيرة، مطرح ما تربيت بضيعة بتغرين، في كتير مناظر حلوة من بيناتهم هيدا المنظر يلي بيطل على بالكون بيتنا كل يوم، كنت شوفه بكل تغيراته المناخية بكل فصول، وبعترف انه هيدا المنظر هو يلي كان مصدر وحي كتير كبير لكتير اشياء كتبتها من عمري 7 سنين لحد ما صار عمري 17 سنة. تاني مرحلة من الكتابة اللي هي كانت الكتابة الصحفية بلشت من أيام الجامعة وكملت 7 سنين لقدام. كان المنظر يلي بشوفه كل يوم لما أقعد لأكتب مش كتير مريح، شوي معقد مثل ما كانوا التحقيقات يلي كنت أكتبهم بالجريدة عن مواضيع معقدة ومشربكة ومنا كتير حلوة عن مشاكل اجتماعية. المحيط بوقتها كان بمدينة مكتظة وفيها كتير عالم وفيها كتير تلوث وكلها بنيات عالية وبنيات منا حلوة. بعد فترة انتقلت لسكن بمنطقة تانية وكان المطرح يلي بكتب فيه بيطل على فضاء واسع بس ما فيه شيء، في هيك كم شجرة شوي بعاد والباقي كان بنيات. ما كان كتير مشجع للكتابة، ما كان كتير بيوحي بجو حلو، ولكن كان ماشي حاله، كان منيح. وكانت بدايات الكتابة تبعي بالسيناريو لوثائقيات دوكيومنتريز، فما كان زعجني أبدا المحيط يلي كنت عايشة فيه والمنظر يلي كان بيطل على المكتب تبعي. بعد فترة تقريبا سنة كمان انتقلت للعيش بنفس المنطقة اللي كنت عايشة فيها أيام الجامعة وأيام الصحافة المكتوبة، ما تغير كتير أشياء، نفس المنظر، كمان بنية مكتظة وبنية عالية وتلوث وعجقة ناس ومشاكل كتير كان بالشارع أو مشاكل بالبيوت. بس هالمرة من بعد ما مرق تقريبا 7 سنين على خروجي من المنطقة ورجوعي لها صرت شوفها من ناحية تانية، لأنه بوقتها بلشت أكتب دراما، صرت شوفها بعين الكاتب وصرت أسمعها بدينة الكاتب. كل هالمشاكل اللي كنت أشهد عليها أو يلي كنت أسمعها استخدمتها بأول مسلسل كتبته يلي هو لولا الحب. بوقتها كتير ناس عبروا عن أعجابهم بكيف هالمسلسل قدم وطرح مشاكل واقعية وقريبة من الواقع اللبناني. هون كمان بعترف انه المحيط كان له تأثير كتير كبير علي ككاتبة بانه اخد منه كل هالافكار. من
بعد هذه المرحلة كمان انتقلت للسكن ببيت تاني وبمنطقة أخرى، وكان هيدا هو المنظر يلي بشوفه من شباك المكتب. مش كل يوم كنت شوف هذا المنظر، ولكن كان يتكرر كتير. منطقة مكتظة كمان، فيها زحمة سير خانقة، فيها تلوث عالي. بس كمان بوقتها كنت دخلت عالم السينما واستخدمت كتير من مشاهدات اليومية من هيدا الشباك على هيدا الشارع بالأفلام والمسلسلات اللي كتبتها. من بعد هيدا المحيط انتقلت على محيط تاني، ما كتير كمان تغير عن أول أو تاني محيط اللي كنت عايشة فيه، لأنه بنفس المنطقة وتقريبا نفس خصائص الشارع هي ذاتها. هيدا هو الشباك يلي كان بيطل على البنايات مثل ما شايفين، مسكر حوله كله، ما بقشع الطريق، بقشع لوكيت بطن. بس كان عطول يجي عصافير على الشباك وعطول يجي حمام، وهيدا الشيء كان كتير يفرحنا. أما بهيدي الصورة، فهيدي الصورة حلوة كتير، الفيو رائع. هيدا البيت الجديد يلي نقلت عليه، والفيو كان سبب رئيسي بأنه انتقل للعيش بهيدا البيت الجديد. وهني كملت المكتب تبعي، وكنت كل يوم قوم وأقعد قدام هالفيو الرائع. كمان كتير أثر على كتاباتي وعلى نوعية المشاهد اللي كنت اكتبها. أما هلأ بهيدا المرحلة فانتقلت للعيش مرة تانية على ضيعة بتغرين، وهيدا هو المنظر اللي بشوفه كل يوم الصبح مبدئيا كل نهار، لأنه ما بترك المكتب تبعي. بصراحة ما بحب أعمل مقارنة بين محيط التاني أو بين منطقة عشت فيها أو منطقة أخرى، لأنه بالنسبة لي ككاتبة ومن بعد فترة تقريباً 11 سنة بكتابة السيناريو وأكثر من 15 سنة بالكتابة الإبداعية، صرت أعرف أنه مش المنظر أو المطرح أو المكان أو الزمان اللي نحن فيه هو اللي بيخلينا نكتب. هو هنا أكيد عناصر مساعدة لهيدا الموضوع، ولكن الإرادة وحب الشغل وحب هيدا المهنة هن يلي بيخلونا أنه نكمل وأنه نكتب وأنه نبدع وأنه نطلع أفكار جديدة وأنه نعطي من قلبنا وأنه نعبر عن مشاعرنا. ما لازم أبداً يحط حاله الكاتب بمطرح معين، فضروري إنكم تعرفوا هيدا الشيء، إنكم تفكروا بهيدا الطريقة، لأنه ما لازم نتأثر بالمحيط الخارجي بشكل سلبي. مثل ما بيقول المثل، على طول لازم نشوف النصف المليان من الكباية، وهيك فينا نطوع المحيط طبعاً لصالحنا ولصالح إبداعنا ولصالح كتاباتنا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. ياريت كمان تشاركوني أنتو شو الفيو يلي بتقشعوا كل يوم لما تكونوا عم تكتبوا. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل، تعملوا شير مع أصحابكم كمان لحتى يستفيدوا من المعلومات يلي عم نقولها. وأنا بشوفكم الأسبوع الجاي بفيديو جديد. باي باي.